نعم، إذا نتابع في هذا التقرير. محاسب بسيط ارتقى في سلم المال والأعمال على حساب ضحايا وجثث الجزائريين بان العشية الدم والدمار. وثائق حصرية يكشفها تلفزيون النهار عن رجل الأعمال يسعد ربرات تتمحور حول تهرب ضريبي وتبييض الأموال من طرف أبنائه وزوجته. نتابع في سياق تقرير عادل زيدي. هو مساعد المحاسب الذي تحول سنوات العشرية السوداء إلى أحد أباطرة المال والأعمال. كيف بدأ مسلسل الاحتكار والسيطرة على سوق الزيت والسكر؟ إنه ربراب الذي تحول إلى ثري حرب. ففي الوقت الذي كان الجزائريون يشيعون شهدائهم يوميا، كان ربراب يكون ثرواته الملطخة بالدماء. مصاهرته لرئيس الحكومة أنذاك رضا مالك فتحت له كل الأبواب. قروض بنكية في عز الأزمة الاقتصادية والأمنية، احتكار للمواد الأساسية، غطاء أمني حيث كان ممنوع الاقتراب من حاويات ربراب. من بجاية بدأ يحرك أذرعه. رئيس الحكومة السابق بلعيد عبد السلام هو الوحيد الذي تصدى وتفطن لما كان يهندس له ربراب، لكن دفع الثمن لاحقا. ربراب نسج شبكة علاقات مع مختلف أجهزة الإدارة والأمن، خاصة كبار ضباط الديارس آنذاك. ربراب اقتحم كل المجالات: السكر، الزيت، اللحوم، الأجهزة الكهرومنزلية، شركات بفرنسا وأخرى بالجزائر، وبالوثائق تهرب ضريبي يحمل توقيع أبنائه وحتى زوجته. معروفين الناس اللي كانوا وراءه، اللي من خلالهم كسر حطم اطارات، من خلالهم استولى على ممتلكات تاع البلاد وغير ذلك. اليوم ربي سبحانه لازم نعاودوا نرجعوا لله سبحانه عز وجل. شركات للفوطره في مختلف العواصم والقائمه طويله. يسعد ربراب يتحول في رمشه عين الى صاحب امبراطوريه الزيت والسكر برعايه من الجنرال توفيق. صاحب الثروة المقدرة ب 3.5 مليار دولار لم يقل للجزائريين كيف كان يحرق شركاته للحصول على التعويضات من شركات التأمين.